يا حبايبي اليوم بصور لكم بإذن الله محل ريالك بركة. المحل يا حبايبي في مكة المكرمة العتيبية شارع الحجون. يلا تعالوا ندخل ونشوف إيش عندهم. بسم الله يا حبايبي، بدي أقول لكم إنه هذا المحل يبيع كده يعني ألعاب وخرداوات وبكلات، أشياء كده يا حبايبي أسعار مخفضة. تعالوا نبدأ من هنا هنشوفوا هذه كلها كده يا حبايبي. هنا يا حبايبي هذه كلها ألعاب، اي قطعة شوفوا زي ما انتم شايفين اللوحة ريال و75 هللة بس حبايبي. هنا اي قطعة بوريكم بعض الاشياء، هنا مثلا زي حبايبي زي هذا المضرب، هنا يا حبايبي ده المسدس ريال و75 هللة. هنشوف المسدس هذا كمان ايضا ريال 75 هللة. شوف حبايبي هذه اللعبة، لعبة المائية هذه من أيام زمان من أيامنا، ريال 75 هللة. بس يا حبايبي عشان تفرحي أولادك بأي شيء كده بسيط، شوفوا هنا صنارة مع مجموعة من الكائنات البحرية. حبايبي هنا هذه العرايس الحلوة ريال 75 هللة. أي شيء هنا الدباب، أوريكم بعض الأشياء هنا طائرة. هذه كلها أحبابي أشياء يدوية، يعني أشياء بسيطة بس تفرحي بيها طفلك. كل انسان طبعا على قد حاله. حبايبي هنا هذه الشاحنه شوريكم كمان، عندكم الصفاره هذه شوفوا العديد من الاشياء شوفوا كده، طبعا من اول الرف لين اخر وكده. كل هذه حبايبي العاب عشان تختاروا لاولادكم. شوفوا ده الطقم الحلو يا حباب ريال 75 هللة. خلاص وهنا هذه العروسة مع تركبي لها السرير حقها، والله حلوة ريال 75 هللة يا حبابي. والله العظيم نعمة، يعني في ناس ما مقتدرين، طيب ما يفرح أولادهم بأي شيء. هذه حبابي من أيام زمان، طبعا ثلاثة قطع مراوح تركب على هذه القطعة تتفرض كده وتطير. أدوات الطبيب ريال 75 هللة. خلاص حبايبي هذه شاملة الضريبة، يعني كانت زمان بريال، دحين مع الضريبة يعني تغيرت الأسعار شوية. هنا حبايبي مجموعة من المكعبات، والله حلوة يقعد الطفل يتلهي فيها. هنا حبايبي الطائرة، هنا لعبة البلياردو، إيش رأيكم؟ حبايبي أيضا هذه اللعبة شوفوا هذه يعرفوا لها الأولاد. شوفوا أيضا هذا الطقم الحلو، مجموعة ألعاب ريال 75 هللة. حبايبي أيضا هذا الطقم للبنات، والله حلو. شوفوا هنا معانا هذا فقاعات الصابون ريال 75 هللة. حبايبي الأطقم الحلوة هذه والله حلوة، أنا نفسي أشتري لي واحد، أنا بدي أرجع صغيرة وألعب. شوفوا والله حلوة، لما أنا أصور لكم يا حبايبي والله تفاجأ تفاجأ، حتى الأماكن اللي كنت أروحها يعني ما أتفرج، لما أنا اضطريت إني أصور يعني صرت أتفرج على الأشياء. يعني انتبه لدي الدكاكين ايش فيها. شوفوا مجموعة سيارات ريال 75 هللة، يعني صراحة مجموعة اشياء يعني كثيرة، ممكن الطفل يختار هو جيبيه يختار بنفسه. يا حبايبي لا تحرموه، خلونا نفرح بزورتنا باي شيء. هنا حبايبي هذه الشنشانة ولا ايش تقولوا لها، ما ادري هذه ايش، قولوا لي هذه ايش هي. هنا شناشين حبايبي، هذه للبيبي الصغير شوفوا هذه كلها ايش يعني اشكال مختلفة. هنا احبابي هذه البيضة تتلون معاها الوانها، شوفوا الرسمة اللي عليها. هنا احبابي برضو رسومات مع الالوان ريال و75 هللة. شوفوا احبابي السبورة هذه ايضا سبورة مع القلم ريال 75 هللة. شوفوا طبعا هذه الرسومات اللي بتتلون، في رسومات مختلفة يا حبايبي كده. هنا هذه ملصقات ايضا ريال 75 هللة، ملصقات اشكال مختلفة. شوف هذه النجوم المضيئة اللي تتركب في الغرف وتضيء في الظلام. شوفوا يا حبايبي الملصقات اشكال متنوعة، هذه الاشياء حق التلوين. هذه الدائرة اللي معاها كده أداة ويرجموا بيها من بعيد عشان يصيبوا الهدف، تدربوا على الرماية. بصي حبايبي هنا برضو ألوان، هنا زي الكتيب أو إيش، أنا أكتب الأرقام اقرأ واكتب وامسح، معاها القلم الخاص فيها. خلاص حبايبي هنا ريالين،
هنا هذه مكتوب عليها ريالين، يعني بعض الاشياء يا حبايبي القليله مع سعرها بيكون مختلف. شوف يا حبايبي هنا هذا اللحيه معروفه، اشياء يلعبوا فيها الاطفال. هنا يا حبايبي صور تتركب، شوفوا دي المجموعه مكتوب عليها ريالين، ثلاثه قطع هنا، هنا ثلاثه قطع يا حبايبي متنوعه. شوفوا هذه يا ما يعني سبحان الله تشغل عقل الطفل. شوف حبايبي هنا ايضا مجموعة ثانية، ثلاثة قطع ريالين. هنا عندنا دفتر وقلم ريال 75 هللة. هنا ايش عندنا؟ عندنا كده زي الطبق، طبق نصور عليه يا حبايبي صورة خلاص بإذن الله تعرفوا كيف تشكلوها. شوفوا يجيكم مشروحة يا حبايبي. هنا ظروف الهجاء في دي السبورة الصغيرة، ويجي الطفل هنا يكتب خلاص حبايبي، الجهة المقابلة يكتب حروف الهجاء ويمسح والقلم والمساحة. والله نعم أشياء مرة حلوة. شوف يا حبايبي هنا التلوين بالرمل، التلوين بالرمل، والرمل هنا ورا. طبعا رسومات مختلفة، شوفوا الرسومات، رسومات مختلفة. تجوا انتوا هنا شوفوا رسومات مختلفة. هنا ايضا شوفوا كل هذه رسومات، تلوين بالرسم ريال 75 هللة. شوفوا حبايبي ايضا هنا مجموعة من البالونات اشكال مختلفة. في حبايبي في بعضها ما مكتوب عليها سعر، هذه ريال 75 هللة. في بعضها يا حبايبي كذا مسعرة ريالين خلاص. طبعا في الوان، شوفوا كيف كل الالوان. في هنا مثلا اشكال كمان، شوفوا هاي بتجيكم طويله، هنا ما مكتوب عليها سعر معناته ريال 75 هللة. شوفوا هذه ايضا الشكل، اشكال يا حبايبي. هنا في شكل كده بالونات باللون الاسود وعليها كده دوائر ملونه، هنا ريالين خلاص يا حبايبي. هنا ايضا في شكل كده مختلف خلاص، في منه الوان، هنا ريال 75 هللة برضه. في اشياء كده ممكن تجيكي واحده فقط ريال 75 هللة. شوفوا منها كل الالوان يا حبايبي، الطفل والله العظيم يفرح باقل الاشياء. اهم شيء ايه؟ الرضا والمعامله الطيبه للطفل، والله العظيم هذا هو الشيء اللي يحتاجه. يا ريتني بطل العنف يا حبايبي ها، والتحكم والتسلط الزايد. خلي الطفل مثلا يختار، وديه المحل مثلا على قد ظروفك، فاهمين يعني؟ فاهم الطفل ان ظروفكم كده، لكن حتجيبوا له الشيء اللي تقدروا عليه، وان شاء الله في المستقبل يجيبوا له كل اللي يتمناه. تفهموه زي كده، وممكن تودي محل على قد ظروفك زي هذا المحل، والله حلو، والله يا حبايبي حلو، اسعاره مره حلوه. يلا تعالوا بوريكم باذن الله كمان اشياء ثانيه. شو حبايبي هنا قسم اكسسوارات البنات، شوفوا والله اشياء حلوه، اكسسوارات الشعر واكسسوارات للجسم، ايش رايكم فيها؟ شوفوا عدد كبير من الاكسسوارات. شوف حبايبي هنا الربطات ريال 75 هلا، البكلات هذه الصغيره الحلوه اشكال مختلفه وكده، كل هذا الطقم ريال 75 هلا، اشياء حلوه ورقيقه والوان مختلفه. هنا الشباطات الصغيره دي يا حبايبي باشكال، اشكال مختلفه والوان مختلفه. حبايبي هنا ايضا شباطات، كل هذا الطقم ريال 75 هلا. لو عندكم مجموعة من البنات شوفوا هنا هذه حبايبي ليكم سلسلة وإسبرة، ايش رايكم فيها؟ والله حلوة ريال 75 هلا. شوفوا حبايبي في منها أشكال، أشكال وألوان حلوة، هذه للبنات مرة حلوة. حبايبي هنا هذه الربطات الرقيقة، في باللون الأبيض الوردي الفوشي، شوفوا في منها كمان يعني الزينة تكون اشكال مختلفة. اي قطعة يا حبايبي خمسة ريال، ريال عفوا عشان نبقى اعلن لدكان ابو خمسة. هنا ريال 75 هلا خلاص حبايبي، اي شيء ما مكتوب سعره. شوفوا كيف يعني اشكال، الكثير من الاشكال حبايبي، نقدر نبسط زورتنا باقل الاشياء. هنا تلاقي عقد يجيكي ومعاه الاسوارة حقته، خلي بنتك تختار، نعطيها مجال. هنا شباصات هذه حبايبي، بكلات، شوفوا نفس الشيء تحت وفوق، شوفوا كده. شوفوا هنا ايضا مجموعة، شوفوا السعر ريال 75 هللة.
يا حبايبي كده زي الربطه، ممكن تستخدموها ربطه، وهذه تحط في اليد. خلاص حبايبي شوفوا منها الوان، هنا الطقم بيجيكم زي كده ريال 75 هلله. شوفوا هنا الربطات حبايبي الشعر، خلاص حبايبي الوان مختلفه. شوفوا هنا ايضا هذه كلها شباصات وبكلات للشعر. شوفوا اي طقم يا حبايبي، 5 ريال، ريال عفوا و75 هلله. شوفوا هنا هذه الساكة ايضا القطعة ريال، هنا القطعة ريال و75 هللة. شوفوا طبعا في منها ألوان. خلاص أي شيء جاكي مثلا هنا قطعتين، خلاص حبايبي هنا مجموعة من الربطات. شوف حبايبي أيضا هذه المجموعة كلها، شوفوا مطاطات وربطات مختلفة ريال 75 هللة. في عندنا منها هذه الربطات حبايبي، شوفوا مثلا هذا الكيس كله باللون الأسود والأبيض المدرسة، هنا باللون الوردي، هنا ملون، عاد انتي تختار الشيء اللي يناسبك. هنا أيضا حبايبي هذه كلها ربطات للشعر، شوفوا أي كده مجموعة ريال 75 هللة. شوفوا طبعا منها يعني كميات وأنواع مختلفة. شوفوا هذه كيف شكلها، هذه حلوة مميزة. كل القرطاس هذه حبايبي مع شباطات، ربطات مع شباطات ريال 75 هللة. شوف حبايبي أيضا هذه الربطات، شوفوا تجيكم قطعتين كده ريال 75 هللة. شوفوا حبايبي هنا أيضا مجموعة حلوة من البكلات، أجيب لكم هي عن قرب. شوفوا قطعتين كده، إيش رأيكم فيها؟ ريال 75 هللة، والله أشياء حلوة. شوفوا اشياء مرة حلوة، ايش رايكم في هذه؟ كيوت ريال 75 هللة. في منها حبايبي الوان، شوفوا شوفوا الاشكال، الكثير من الاشكال هنا، اغلبها قطعتين بتجيكي. الصراحة اشياء حلوة يعني، عارفين حبايبي. هنا هذه الوردات الحلوة مع الفيونكات، ايش رايكم في ده الشكل ايضا؟ شوفوا انا احاول اصور لكم انكم يكونوا كانكم في السوق معايا. شوفوا هذه والله عجبتني مره، ايش رايكم فيها يا حبايبي؟ ريال 75 هلله. ايضا هنا فراوله، نزلها اوريكم هي عن قرب. انا لما اوريكم عن قرب يا حبايبي عشان اوريكم التفاصيل. شفتوا مو تجي واحده تقول لي انك انت اظهرتي الاشياء على غير حقيقتها، يعني اظهرتيها اكبر من حجمها الحقيقي. خلاص يا حبايبي انا اقرب عشان اوريكم تفاصيل الاشياء، لو انا بعدت ما انتم ما حتشوفوا التفاصيل. خلاص حبايبي شوفوا هذه كمان تقريبا ثمرة الفراولة، ايش رايكم فيها؟ شوفوا هذه كلها يا حبايبي اي شيء هنا من البكلات ريال 75 هللة. ايضا هنا قطعتين ريال 75 هللة يا حبايبي. نكمل حبايبي هنا في عندنا أطقم، شوفوا ريال 75 هلا يا حبايبي. هنا شوفوا ده الطقم ما شاء الله يحتوي عدة أشياء ريال 75 هلا. شوفوا الألوان، شوفوا محتوياتها، والله يا حبايبي تعالوا هنا اللي إمكاناتهم المادية ضعيفة بإذن الله حيجدوا ما يسرهم. خلاص مو لازم نشتري من الغالي ولا نخلي بناتنا مجهورين، لا تعالي هنا في دوري دوري. شوفي انا بحاول اصور لكم الاشياء يا حبايبي اللي فيها تخفيضات، احاول والله العظيم على قد ما اقدر. هنا يا حبايبي برضو مجموعه من البكلات يا حبايبي، هذه كلها اكسسوارات الشعر. هنا زي التاج يا حبايبي، خلاص هنا اي شيء ريال 75 هلله. شوفوا هنا ايضا طقم في مجموعه اشياء شباصات كده الصغيره، وفي ربط الظاهر، وفي الظاهر هذا عقد. خلاص يا حبايبي هنا كمان عندنا، شوفوا هنا كمان برضو في طقم. هنا يا حبايبي هذه الاطواق، هنا القطعه، شوفوا كده اوريكم هي قطعه باللون الاسود طوق، وعليها هذه الورده الجميله ريال 75 هلله. شوفوا هنا ايضا السعر. هنا يا حبايبي هذه المطاطات يستخدموها للبنات الصغار، سووا لهم تساريح وكده. شوفوا في منها الوان مختلفه، تبي اسود وابيض، في تبغي ملون موجود، تبغي مثلا طقم فيه اسود وابيض وفي الوان اهو موجود. خلاص يا حبايبي تبي لون واحد مثلا زي الوردي، انت الشيء اللي انت تبغيه. شوفوا حبايبي ايضا هنا لقيت لكم، شوفوا هذا المسط ايضا يعني زينه للشعر.
شوفوا حبايب، بالنسبة لهذه التيجان مركبة هنا ريال 75 هللة. حبايبي نستكمل اكسسوارات الشعر، شوفوا هنا ايضا هذه الاطواق، شوفوا هنا اي قطعة ريال 75 هللة. بوريكم بعض الاشياء عن قرب حبايبي، هذه كيف شكلها، شوفوا ايش رايكم فيها، شوفوا اشكال مختلفة، اشكال مختلفة. خلي البنات يعني ايه يختاروا بنفسهم، نديهم بعض الحرية حبايبي. شوفوا هنا اللولو يعني كمان في باللون اللون السكري، في الوان زي كذا يا حبايبي، خلاص يعني اشكال مختلفة. اي شيء حبايبي هنا خلاص، شوفوا كذا ريال 75 هللة. بس اوريكم كمان هنا كمان، شوفوا هذا طبعا مجال ابتكاري حبايبي، دائما اقول لكم في اشياء البنات ما شاء الله، سواء الاكسسوارات الملابس الحقائب، يعني مجال جدا واسع. شوفوا هنا ايضا هذا الطوق حبايبي للبنات، شوفوا هنا هذه الاطواق، شوفوا هذه البسوة البنات حط على الشعر طريقة معينة ريال 75 هللة. يا حبايبي ايضا شراكة في ذلك التصميم الرائع، الله حلو ريال 75 هللة. اكتشفت انا انه ذا الدكان في اشياء حلوة حبايبي، دي الاماكن عادة تجدد بضاعتها، يعني ممكن ان شاء الله تجوا تلاقوا اشياء كمان احلى من كده. حبايبي هنا وجدت المزيد من اكسسوارات الشعر حبايبي، هذه كيف مصور عليها، تتركب في الشعر، شوف مصور الراس من ورا، شوف كيف هذه القطع تركب عليه، شوف في منها اشكال. هي قطعه هنا حبايب ريال 75 هللة. ايضا هذه حبايبي زي كذا امشاط تركب للشعر، هذه كلها علشانكم انتم خلاص حبايبي، في منها الوان هذه الامشاط، الوان حبايبي خلاص، هنا اللون البني ايضا، شوفوا ايضا هذه كلها للبنات حلوات، هنا باللون الاسود طقم اكسسوارات الشعر. هنا ايضا حبايبي هذه البنس باللون الذهبي، فيه هنا الوان، اي مغلف حبايبي ريال 75 هللة. شوفوا هنا بالنسبه لهذه هذه حبايبي اللي للطرحه، هذا الدبوس للطرحه خلاص حبايبي، في بعض الناس يحبوا يعني يستخدموه خلاص حبايبي. هنا نرجع لاكسسوارات الشعر، شوفوا اشكال حبايبي اشكال مختلفه خلاص، كل ما لم تكرف دي الاشياء. هنا كمان حسبتها خواتم في البدايه، بس طلعت لا طلعت للشعر، شوفوا كيف، والله انا جديده علي، ما ادري جديده عليكم انتم كمان ولا لا. هنا حبايبي هنا ربطات، هنا القطعه كده ريال 75 هللة، بس حلوه من القطيفه، وشوفوا عليها هذه القطعه بالفصوص حبايبي. هنا يعني الوان مختلفه، بدي اقول لكم انه المحل فيه اشياء ثانيه حبايبي غير الاكسسوارات والبكلات والالعاب، بصور لكم باذن الله. بس خلونا ننتهي هنا يا حبايبي، مرايات، شوفوا هذه المرايات، هنا قطعتين يا حبايبي مرايتين، لا عفوا 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 يا حبايبي، مرايه واحده، مرايه واحده بغطا خلاص حبايبي، مرايه المرايه بريالين خلاص، في منها اشكال اشكال يا حبايبي، يعني ايش نفس الرسومات مختلفه، شوفوا رسومات مختلفه، فرحي بناتك ريالين. هنا يا حبايبي بالنسبة لهذه المرايات الصغيرة بريال 75 هللة، أيضا في منها أشكال، هذه تتفتح حبايبي زي العلبة تتفتح خلاص، شوفوا هنا طبعا أشكال أشكال مختلفة على شكل دائرة بيضاوي قلب اللي يحبوه بناتكم. في حبايبي أيضا سألت الموظف إيش هذه، قال هذه برضه هذه تحط للشعر خلاص يا حبايبي، شوف في منها ألوان ألوان، يمكن كل الألوان تقريبا، يمكن تعالوا انتوا دوروا ريال 75 هللة خلاص حبايبي، اي مغلف ريال 75 هللة. اظن انه هذه شرايط، شوفوا اي مغلف ريال 75 هللة، ما ادري صراحة هم في اشياء تانية حبايبي غير الالعاب والبكلات وكذا، فهم حاطين الاشياء جنب بعضها خلاص، بس انا بحاول ارتب لكم على قد ما اقدر. شي حبايبي اظن لقيت لكم هنا هذا المكان حبايبي، بالنسبة اللي يحبوا زي كده شيء زي كده،
هنا ريالين ونص يا حبايبي، في منها الوان هنا ايضا. هذه الربطات ثلاث ربطات ريالين ونص بس حبايبي. يلا تعالوا نشوف شيء ثاني. هنا يا حبايبي ايضا لقيت لكم كذا مجموعه من اكسسوارات الشعر من الرجال 75 هلله. تعالوا كذا دوروا شو الباصات اللي عندنا هنا على شكل ورد يا حبايبي كذا. هذه شباصة شكل ورود ريال 75 هلا يا حبايبي. هنا ايضا في مجموعة من اكسسوارات الشعر، شوفوا هذه المساكات للشعر، شوفوا في منها اشكال مختلفة يا حبايبي. هنا القطعة بتجيكم بريال 75 هللة، هي طبعا اشكال مختلفة، هي بعيدة علي عفوا، حاول اوريكم يا حبايبي كده ريال 75 هللة. هنا ممكن تجيكم كده قطعتين زي ما انتم شايفين ريال 75 هللة. شوفوا اي شيء يعني ما عليه سعر في الغالب حبايبي، هنا مكتوب السعر، بس بعضها بتكون زي ما قلت لكم بتكون اغلى، يكون ممكن ريالين. شوف حبايبي هنا حلقان، شوفوا اشكال مختلفة من الحلقان، شوفوا هنا حبايبي اشكال مختلفة اكسسوارات. هنا الحلقان شوفوا، بس هي بعيدة شوي علي. شوفوا يا حبايبي هنا هذه السلسلة الحلوة، هنا في سلاسل سلسلة ريال 75 هللة. بحاول اوريكم هنا زي كذا، هذه خلخالة حبايبي تحط في الرجل، شوفوا هنا بالصدف يعني اشكال مختلفة. هنا عندنا البناجر احجام سنتيك المغلف زي كده، في مجموعة ريال 75 هللة. شوفوا هذه كلها يا حبايبي اكسسوارات. هنا ايضا دوري هنا بس يا حبايبي، هنا برضو ريال اي مغلف كده ريال 75 هللة. في مثلا هنا بناجر معاها الحلق ريال 75 هللة. ايضا لقيت هنا في اخر الدكان لقيت مجموعة من الاكسسوارات، قلت برضو اصورها لكم. هنا يا حبايبي شوفوا زي كده، هنا ريالين، ايش رايكم في ذا الاكسسوار؟ هنا ريالين يا حبايبي، مجموعة حلقان وسلسلة. هنا يا حبايبي مثلا ممكن نجي حلق وسلسلة زي كده. هنا ايضا ريالين يا حبايبي زي كده ريالين. هنا الظاهر سلسلتين او تعليقتين والله ماني عارفة. هنا ريالين حبايبي، يعني اشكال مختلفة زي هنا وزي هذه. هنا ثلاثة حلقان وسلسلة بس حبايبي، هنا ريالين ونص، بعضها بتكون بريالين بعضها بتكون بريالين ونص بس حبايبي، انتبهوا انتوا تشتروا. هنا ريالين، هنا حبايبي زي هذه سلسلة فقط ثلاثة ريال ونص، ثلاثة ريال ونص، كل شيء يعني له سعره. خلاص عرفت حبايبي، هنا في منها ألوان ثلاثة ريال ونص. خلاص حبايبي هنا برضو في حلقان كده مجموعة، هنا حبايبي ريالين الظاهر، هي ظاهر إنها ريالين. هنا أيضا هذا الحلق شوف كيف شكله، هنا ريالين ريالين صح؟ ريالين حبايبي. شوفوا هنا هذا الطقم كمان سلسلة ومجموعة خواتم، هنا ريالين او ريالين ونص بس حبايبي. شو حبايبي ايضا لقيت لكم هنا لاخر الدكان مجموعة من ربطات الشعر. هنا حبايبي شوفوا الالوان، بس اوريكم الالوان كده الموجودة، شوفوا هنا زي هذه ثلاثة ريال، هنا حبايبي زي هذا النوع ثلاثة ريال ايضا، هنا زي هذه الربطات ريالين ونص بس حبايبي. ان شاء الله يعني المحل مليان حبايبي. هنا ايضا عندنا دي الامشاط، هنا عندنا ده المشط حبايبي بريالين. هنا ده المشط، عفوا انا سالت في دكان مدقتين شفت زي دي النوعيه، قالوا لي هذا حق القمل والصيبان، هنا بريالين بس حبايبي هنا ريالين حبايبي. هنا هذا الركن، هذه كلها امشاط بس حبايبي اسعار مختلفه. يعني نشوف كده اللي ما معاها سعر يا حبايبي، زي هنا قطعتين من المشط يعني مختلفة الشكل، هنا ده المشط النحيف، هنا ده المشط ريال 75 هللة خلاص حبايبي. في بعضها مكتوب عليها سعر زي كده، مجموعة أمشاط بريالين. هنا حبايبي أيضا مجموعة، لا عفوا هنا مشط ومرايا حبايبي، شوفوا متوفر باللون
البينك وباللون الازرق، في هنا كمان باللون الموف، ما ادري اذا في الوان ثانيه انتم تدوروا، ممكن تجيب لولدك وبنتك. هنا باللون الاخضر كمان يا حبايبي، مشط مع مرايه، طبعا البنات يحبوا هذه الاشياء، بس ممكن تجيبي للولد كمان يا حبايبي. هنا كمان مشطين ريال 75 هلله، هنا مشط واحد ريال 75 هلله. خلاص يا حبايبي اديتكم فكره عن ذا المكان. هنا ايضا شوفوا ذا الشكل، مشطين ريال 75 هلله. في حبايبي ايضا في امشاط زي كده، تذكروها هذه منها الوان زي ما انتم شايفين ريال 75 هلله. هذه ايضا حبايبي اللي يلفوا بيها لما يجوا يسووا لف للشعر، وتشغلي عليها جهاز الاستشوار. خلاص حبايبي هنا ريال 75 هلله، هو كمان مكتوب هنا عندكم ريال 75 هلله. شوفوا حبايبي هنا هذا القسم ايضا ريال 75 هلله. شوفوا هنا زي هذه المحفظه، هذه المحفظه حبايبي سستة ريال 75 هللة. شوفوا هنا هذا القسم معاه كمان أظافر، في أظافر بيضة، في أظافر عليها نقشات. شوفوا يا حبايبي أي مغلف ريال 75 هللة. عندنا هنا أيضا حبايبي أظافر ألوان، شوفوا الألوان الموجودة. هنا عندنا أيضا يا حبايبي هذه المحافظة الصغيرة، الشنطة الصغيرة هذه ممكن تحط فيها حبايبي، تحط فيها التفاريد، عارفين العملة المعدنية، الأرباع والأنصاف كده والريالات، حتى الريال صار من المعدن خلاص ما عاد في ورقي. حبايبي الوان مختلفه عشان لا تضيع على بنتك، يعني الساعه صغيره صعب عليها، ولا والاصفر هذا ممكن تاخذيه للولد خلاص حبايبي وانت بتديهم المصروف. حبايبي ايضا وجدت لكم هنا هذه المحافظ، شوفوا اشكال مختلفه هنا تحت البكلات. خلاص حبايبي تحت الربطات هذه، شوفوا المحافظ هذه للبنات، شوفوا كده سهل يفتح لكم، هي شوفوا فتح بالشكشك، يعني فتحة سهل. في هنا حبايبي سستة، في كذا خانة، خلاص ألوان مختلفة ورسومات مختلفة عشان بناتكم يختاروا الشيء اللي هم يبغوه. هنا حبايبي كده شوفوا ريال 75 هللة. شوف هنا أيضا حبايبي هذه الشنطة الصغيرة، شوفوا مع شيال، خلاص يا حبايبي مع شيال كده ريال 75 هللة. منها هذا كمان الشكل الدائري حبايبي، اشكال هي كلها سبينج بوك، هذه الشخصية لكن ايش يعني جايتكم باشكال مختلفة. شوفوا كده اي واحدة يا حبايبي من هنا ريال 75 هللة. بس يا حبايبي اشكال مختلفة، بدوروا في هذا القسم. يلا نشوف شيء ثاني. شوف حبايبي هنا هذه طبعا معروفة، هذه طبعات للحنة تحطيها تلصقيها على يدك ولا على رجلك وتملي الفراغات، هذه تمليها بالحنة اللي ما يعرفون ينقشوا. خلاص حبايبي في منها هنا اشكال، شوفوا اي مغلف ريال 75 هللة. خلاص حبايبي زي كده ريال 75 هللة. شوفوا هنا مورينكم البنت الحبوبة دي الكتكوتة، شوف كيف الناقشين لها. شوفوا في منه طبعا رسومات مختلفة، اي مغلف يا حبايبي هنا ريال 75 هلل، ايا كان ايا كان، مثلا حتى لو كان واحد كبير زي كده ريال 75 هلل. انت عاد تختاري الشيء اللي تبغيه. حبايبي هنا في اخر الدكان لقيت كده مجموعة من الالعاب، بصور لكم باذن الله العاب للبنات والبنين، بس هنا في اسعار مختلفة. في حبايبي هنا مثلا هذا الطقم الحلو والله بثلاث ريال، والله مرة حلو، ايش رايكم فيه؟ ثلاثة ريال، اللي وريتكم هي في البداية كانت سعرها ريال و 75 هللة، بس هنا برضو هنا ثلاثة ريال و 50 هللة حبايبي، عفوا ثلاثة ريال ونصف يعني، بس والله مرة حلو. شوفوا هذا الطقم ايضا للمطبخ، هنا طقم الطبيب، بس حبايبي ثلاثة ريال ونصف. هذه كلها هنا اكسسوارات ثلاثة ريال ونصف، ثلاثة ريال ونصف، أشياء مختلفة ثلاثة ريال ونصف. تعالوا نشوف هذه لعبة معاها يعني نط الحبل، وكمان معاها كده نظارة، بس حبايبي ثلاثة ريال ونصف. في منها ألوان، شوفوا أيضا هذه اللعبة زي الكاميرا ومعاها نظارة،
هنا 3.5 ريال يا حبايبي، هذه اللعبة للأطفال للأولاد 3.5 ريال. هنا حبايبي 3.5 ريال أيضا. هنا شوف السيارات هذه، شوف حبايبي هنا هذا المسدس، هذا الطقم كله 3.5 ريال. بس يا حبايبي أيضا هذه يعرفوا لها الأولاد يركبوها كده وتنفرط وتدور، هنا حبايبي 3.5 ريال. العربة دي أيضا 3.5 ريال. شوف حبايبي هنا طقم سيارات 3.5 ريال، ايش رايكم فيه؟ بلياردو ايضا 3.5 ريال. شوفوا كده الكثير من الاشياء من هذه اللعبة، والله ظاهر انها آلة موسيقية 3.5 ريال. هنا يا حبايبي برضو 3.5 ريال. هنا برضو هذه اللي تطير تتركب على دي الاداة وتطير 3.5 ريال. عندنا مروحة كبيرة هنا 3.5 ريال. هذا المسدس أيضا، أنا معليش أطول والله عظيم عشان أفرجكم، طب لو أنا مريت بسرعة وانتوا إيش استفدتوا؟ هنا حبايبي هذه بالزنبرك تشتغل، شوفوا تدور المفتاح ده، هذا المفتاح يدور ويمشي نفس الكائن الظريف ده 3.5 ريال. بس حبايبي هنا أيضا هذه العربة 3.5 ريال برضه يا حبايبي، ده الزر الأسود، ده الزر الأسود انفرط كده على برا بعدين تمشي هذه المركبة. خلاص حبايبي، وهذه أيضا هذه اللعبة ياما اشتروها الأولاد، هنا خشم ونظارة يتركب كده على الوجه مع الشنب 3.5 ريال. حبايبي أيضا مزيد من الألعاب، هذا الطقم 3.5 ريال. هنا أيضا السيارات هذه زي ما قلت لكم عندها هذا الزر الأسود ينفرط كده على برا، خلاص حبايبي تشديه كده على برا اللي ما يعرف يعني، وتحط السيارة على الأرض تمشي. هنا أيضا نفس الشيء بالنسبة للطائرة 3.5 ريال. هذه كلها حبايبي، هذه والله ماني عارفة هذه اللعبة اللي تتوقف هذه القنينات ترجم بالكرات. هنا يا حبايبي 25 ريال، هذا الطقم 25 ريال. شو معانا هذا طقم العروسة مع فستان ومع حقيبة وكده أشياء، هنا يا حبايبي 9 ريال 9 ريال. خلاص هنا هذه السمك والله مرة حلوة، هذه الدور يا حبايبي يعني لعبة جماعية، خلاص حبايبي هذه حلوة يلعبوها الأطفال مجموعة، هنا ب 15 ريال. هذه البطاريات حبايبي، هنا هذه يا حبايبي اللي تنفخ كرات الصابون فقاعات الصابون، هنا سعرها 18 ريال. خلاص حبايبي هذا الجهاز مع القنينتين دول 18 ريال. شوف هنا هذا الطقم، طقم الطبيب 20 ريال. نوريكم شيء ثاني، هذا بيدرمان او الرجل العنكبوت، الرجل العنكبوت هنا 10 ريال. يا حبايبي الطقم هذا طقم البنات هذا ب10 ريال، طقم كبير صراحة. هنا عندنا هذا طقم للأولاد مسدسات 12 ريال. هنا عندنا أيضا هذا الطقم الكبير للبنات، طقم للمطبخ 12 ريال. هنا حبايبي أيضا 12 ريال. يا حبايبي هنا ذا الطقم سبايدر مان مع المسدس هذا والحلقات دي يا حبايبي 12 ريال، الطقم كله ب12 ريال. هنا يا حبايبي هذا الطقم 10 ريال 10 ريال. شو يا حبايبي ايضا وجدت لكم هذه اللعبة الحلوة المسلية، هنا زي المكعبات يا حبايبي زي انخامة كده خفيفة، هنا الطقم بريالين بس. شوف حبايبي هذه ممكن يركبوها في بعضها تصير بأشكال يا حبايبي، خلاص تصير زي ما انتم شايفين، ممكن تصير على شكل سجاد، ممكن على شكل مكعب، يعني الأطفال ممكن يشكلوا منها العديد من الأشكال. شوفوا ما شاء الله فيها حروف كمان، شوفوا الحروف بس يا حبايبي، هذا المغلف كله بريالين. شوف حبايبي هنا هذه السبورات الكبيرة، شوفوا هذه حبايبي يعني تعتبر يعني ترفيه وتعليم. خلاص يا حبايبي هنا هذه السبورة كبيرة مع القلم حقها، شوفوا القلم مع مساح في طرفه، هنا هذه كلها ب3 ريال. شوفوا والله مرة حلوة، وفيها بعدين ايش يعني رسومات مختلفة حبايبي، شوفوا وحجمها الصراحة كبير
رسومات مختلفة يا حبايبي. خلاص هذه تعتبر ترفيه وتعليم. 3 ريال أي قطعة هنا 3 ريال.